لم تكن مباراة نادي الجيش الملكي بنادي الدفاع الحسني الجديد برسم المرحلة الخامسة من الدوري إلا مشهدا مقززا تصدى له الاتحاد المغربي للكرة بعقوبات في حق نادي الجيش بحرمانه من جمهوره 4 مباريات وبعقوبة مالية تفوق 4000 دولار. وما زاد الموضوع استفحالا مطالبة الفيفا للرباط بتوضيحات في النازلة. استفسار ديال الفيفا لانه عندها تظاهره والفيفا كتوجد في المغرب وزيارات متكرره للمنشات المغربيه، فلهذا لازم يكون هنا واحد التخوف ويعرفوا اش كاين، ولكن ما كيطلعوا على الامور كيجمعوا مثلا 10 الناس في 10000 الناس نضوا بالشغب. اذا هذا عادي وجاري به العمل في جميع الدول العالميه. قضيه الشغب اضحت اذا بؤره زيت تتمدد من هنا وهناك، والمحللون يضمون قرارات التحكيم إلى الأسباب الأخرى المنتجة للظاهرة. بغض النظر على ما وقع، هو أن هناك أسباب أخرى تتجلى في التحكيم، مثلا تحكيم الذي يعتبر نقطة سوداء في كرة قدم الوطنية، ولا وخير دليل على هذا لقاء المغرب التطواني وفريق حسن تقادير، لأن الحكم لم يحتسب ضربتي جزاء وهدفين كانا واضحين. أهل القانون يقولون إن القوانين وحدها لا تكفي لصد ظاهرة الشغب، بل ضرورة وضع مقاربات تكون مساعدة لتطبيق النص القانوني. ظاهرة زئبقية لا يمكن أن نتحكم فيها، لا في إطار مقاربة قانونية ولا في إطار مقاربة واحدة ومتفردة. إذن لابد أن تكون هناك العديد من المقاربات التي تسعى كل من جهتها عبر الآلية الخاصة بها إلى القضاء على هذه الظاهرة. بالتالي نحن منذ أن صدر القانون 0909 المتعلق بالشغب، ونحن نقول على أن المقاربة القانونية لا يجب التعويل عليها لوحدها لأنها ليست كافية. الشغب مادة سامة تهدد كرة القدم وتحتاج إلى تحالف لتدميرها لإبقاء الحياة للعبة الأولى. الأخضر نوالي، بي إن سبورت، الرباط. وللتعليق أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرباط الناقد الرياضي محمد المغودي. سيد محمد، مساء الخير. تعدد مظاهر العنف والشغب لدى مجموعة لا بأس بها من جماهير الجيش الملكي في الحقيقة فاقت حدود المعقول وباتت تتصرف بعد الفوز أو حتى الخسارة بطريقة غير حضرية عن طريق الاعتداء على الآخرين والحاق الأذى والضرر بهم أو بممتلكاتهم. نتذكر جيدا ما حصل في الدار البيضاء الموسم الماضي بعد موقعة الرجاء. هذا الموسم أيضا وقع الاعتداء على مشجعي وأنصار نادي اتحاد طنجة. برأيك ما هي أسباب ودوافع عدم هذه التصرفات التي تكررت وزادت عن الحدود؟ ألم يكن بالإمكان ربما ردع تصرفات هذه الجماهير ووضع حدا لها، وكأن النادي وجماهيره يحظون بحصانة غير مسبوقة؟ أولا لابد من التمييز بين شيئين أساسيين. حينما يتعلق الأمر بالاعتداء خارج الملاعب، أنا شخصيا لا أسميه شغبا وإنما أسميه إجراما، كما وقع مع المشجع الطنجاوي أو كما وقع أيضا لجمهور الجيش الملكي وهو في عودته من الدار البيضاء بالمحمدية. الشغب محدد حسب القانون هو داخل الملعب، وحينما يكون داخل الملعب أو في محيط الملعب. ما وقع يوم الأحد أنا أقول وبصوت عالي، وحضرت المقابلة وتابعتها عن قرب، كان هناك انضباط كبير في الدخول إلى الملعب، كان هناك حماس داخل الملعب، ولكن سرعان ما تحول إلى اصطدام عنيف بين جمهور الجيش الملكي وبين قوات المساعدة. وفي هذا السياق أنا أطلب من وزارة الداخلية وبناء على اللوجستيك وبناء على الصور وبناء على النقل التلفزي أن تفتح تحقيقا حقيقيا وأن تضرب بيد من حديد على من كل من سولت له نفسه القيام بتلك المأساة أو التسبب في تلك المأساة، سواء كانت من جماهير أو كانت من قوات المساعدة، لأن نحن في دولة الحق والقانون. نعم. والقانون لا يعلى عليه أي شيء وإنما هو يعلى فوق الجميع. فقط أذكر وللأسف أن جمهور الجيش الملكي، وهذا واضح بالرغم من أطره من فعاليته الكبيرة ومن مجهوداته الكبيرة، فللأسف ظهرت فيه بشكل فظيع فئة متعصبة متطرفة دموية هي معركة الجمهور الجيش الملكي. هو الوحيد الذي يستطيع أن يطهر نفسه من هذه الفئة ومن هذه الشرذمة التي تسيء إليه وتسيء إلى الكرة المغربية، والتي قد تدخلنا في متاهات لا حد لها. أنا أقول لابد من فتح تحقيق نزيه. نعم. وشفاف ونعرف نتائجه
وكل من سولت له نفسه الإساءة فلا بد له من الضرب باليد من حديد. ما رأيناه يوم الأحد صراحة مفزع مرعب مرهب. نعم. لا يقبله لا الشعب المغربي ولا الفعالية الرياضية، واستنكرته أيضا حتى فعالية جمهور الجيش الملكي. طيب داخل جمهور الجيش الملكي أقولها الآن، هناك فئة خارج سيطرة لا الجمعيات. نعم. ولا الإلتراج، متطرفة دموية صدامية يجب تطهيرها، يجب وقفها من الجمهور الجيش الملكي نفسه. طيب سيد محمد، نعلم جيدا أن العنف ربما يأتي نتيجة لحالة الإحباط التي غالبا ما تؤدي إلى سلوكيات عدوانية. برأيك هل هذه الحالة تنطبق هنا على جماهير الجيش الملكي؟ وهل العقوبة القصوى المسلطة أيضا من الاتحاد المغربي هي بمثابة رسالة حازمة لإدارة النادي؟ لا، يجب أن نؤمن ويجب أن نقر ونقولها جهرا. الآن داخل الجماهير المغربية هناك ظاهرة التطرف، سواء في الشعارات، سواء في التهديدات الفيسبوكية، وحتى داخل الملاعب الرياضية. يجب أن يتحمل منا كل واحد مسؤوليته، من حكومة، من إعلام، من فاعلين رياضيين، ومن مكونات المجتمع المدني. فيما يخص الإحباط، أنا أقولها بكل صراحة، جمهور الجيش الملكي في واد، وإدارة الجيش الملكي كانت في واد آخر. نعم. الحصار، فريق داخل سكنة عسكرية، غياب التواصل. أنا أقول أن فريق الجيش الملكي وإدارة الجيش الملكي كانت هي أيضا من العوامل التي سببت وصعدت ظاهرة التطرف داخل جمهور الجيش الملكي. بل أكثر من ذلك، أقول أنه أصبح من العار والعيب في مجتمع، في دولة ديمقراطية حداثية فيها تعاقد اجتماعي بين الشعب وبين المؤسسة الملكية نحو الأمان. نعم. ولا زال فيها فريق الجيش الملكي. طيب. الذي هو خارج القانون، خارج الاستثناء، لا نعرف لا منخرطيه، لا نعرف لا مداخليه، لا نعرف لا أعضائه. وبالتالي أنا أقول أن هذا الجمهور. طيب. جمهور عظيم وفيه فئة منفلتة، وأقول أن إدارة الجيش الملكي كانت لها السبب أو العامل الأكبر في ظهور نزعة التطرف داخل جمهور الجيش الملكي. طيب سيد محمد، استعملت العديد من المصطلحات، ربما التطرف، التمرد، وأيضا الانحراف، لكن إحدى الصحف الإلكترونية المغربية كتبت بعنوان كبير: كي لا نظلم مرة أخرى جمهور الجيش الملكي، إنه غير مسؤول عن جرائمه ويرتكبها بشكل لا إرادي حسب وزارة العدل. على كل، في آخر المقال كتب صاحب المقال: لا يمكن أن نضع فريقا يمثل المؤسسة العسكرية في بطولة كرة مدنية وفيها أندية تنفق من مالها الخاص على نفسها وتخسر وتربح تفلس، ونطلب من هذا الجمهور في نفس الوقت أن يلتزم بالمنافسة الشريفة وأن يكف عن الشغب. هذا مستحيل، فالعسكري يجب أن يلعب مع العسكري والمدني مع المدني، وإذا لم يحصل هذا وإذا لم يعد الجيش إلى سكناته فإن هذا الجمهور سيظل يعتبر نفسه خارج القانون، ولا أحد بمقدوره أن يعترض على جرائمه، وسيظل يرتكب جرائمه دائما بشكل لا إرادي. تعليقك على صاحب هذا المقال وما كتب في آخر المقال. أنا أقولها بصوت واضح، وكان أول صحافي بالمغرب يقولها جهرا: العار ثم العار أن نقول لنا بطولة احترافية وبها فريق خارج القانون واستثنائي لا نعرف أي شيء عنه. ولكن أقول وللأمانة، وما رأيته أن جمهور الجيش الملكي في لقاء يوم الأحد كان منضبطا في دخوله ولنا الصور، وكان حماسيا في تشجيعه، ولكن سرعان ما انقلب. أنا أندد بكل تلك الانفلاتات. أنا كنت أتمنى من جمهور الجيش الملكي كما يروي بأنه وقع عليه الاعتداء أن لا يكون رده بهذه الطريقة. كان عليه أن ينصرف كما دخل مثنى إلى أقرب دائرة للشرطة القضائية ويسجل محضرا بالاعتداء، وآنذاك كان سيكبر أمامنا. أقول أن هناك فئة في جمهور الجيش الملكي فعلت مجهودا كبيرا وهائلا ويستحق المباركة. نعم. من أجل إزالة ما يسمى بطابع الإجرام الذي ألصق بهذا الفريق، ولكن هناك داخل جمهور الجيش الملكي فئة متطرفة دموية متعصبة. نعم. يجب تطبيقها، وصلت الفكرة، يجب مواجهتها من داخل جمهور الجيش الملكي. وصلت الفكرة، شكرا لك سيد محمد المغودي الناقد الرياضي، كنت معنا مباشرة من الرباط، شكرا لك.